يا شيخ جابر. ايه مسكت؟ طيب سلام. طيب ما دام مفيش متفجرات يبقى مفيش عمليه. يعني ايه مفيش عمليه؟ بعد كل اللي عملناه وكل اللي وصلنا له جاي دلوقتي تقول لي مفيش عمليه؟ طب وانا اعمل لك ايه يعني؟ اذا كان مفيش متفجرات هفجر المتحف ازاي؟ شوف حل يا اخي، حاول تتصرف. ده مش شغلي، انا شغلي ان انا اعمل لك جهاز التفجير، انما المتفجرات دي بقى ده شغلك انت. ماشي يا سليم، انا هتصرف. وانت على كده بقى خلصت جهاز التفجير؟ لسه، بس حتى لو كنت خلصته هتعمل بيه ايه يعني؟ خلص شغلك يا سليم، وقلت لك انا هتصرف. ماشي سليم. عملت ايه في موضوع حمزه؟ ما عملتش حاجه. شيخ جابر، لسه عارف دلوقتي ان ابو الباشمهندس سليم دخل مستشفى تاني بعد ما طلعوه منها، بس المره دي بيقول انه مش هيطول. سليم وصل له الكلام ده؟ لا لسه، انا قلت ابلغك الاول يا شيخنا. ما تجبلوش سيره يا صالح، سيبه يخلص شغل الاول. حاضر، خليك معاه لحد ما ارجع له. كنت فين لحد دلوقتي؟ ما بترديش ليه عليا في التليفون؟ غدا، ايه اللي حصل؟ بتعيطي ليه؟ خالد مات يا ماما. حمزه، طب اكشف لي عليه يا احمد. ها تمام يا ايه يا حمزه، كنت فين طول الليل؟ كنت مع سليم. نعم. طب ما قلتليش ليه؟ طيب يعني ما كانش في وقت وما حصلش حاجه في الاخر. سليم ما جاش، بس الظاهر بقى قتل حد تاني، بس لسه مش متاكد اذا كان هو اللي عملها ولا لا. قتل تاني؟ مين؟ واحد اسمه خالد بيشتغل مع غاده في الشركه، الظاهر شافهم مع بعض في مكان كده فحس ان في بينهم اي حاجه ف حسابه تقل ابننا. طيب المهم، ابو سليم تعب وراح المستشفى تاني. تعب؟ هو عامل ايه دلوقتي؟ هو تمام ما تقلقش، انا فضلت معاه في المستشفى لحد ما اطمنت عليه. هو اصلا ما كانش المفروض يخرج من الاول. انا قلت كده، محدش فيكم سمع كلامي. خلاص يا حمزه بقى، اللي حصل حصل، خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. سياده اللواء سيف كلمني وشكلها كده في مصيبه جديده. مساء الخير يا فندم. اهلا يا حمزه. مساء الخير يا فندم. اقعد يا حمزه. خير يا فندم. الجيش وقوات حرس الحدود مسكوا امبارح شحنه متفجرات كانت بتتهرب من سينا في طريقها لهنا. وطبعا مش عايز اقول لكم ان اللي كانوا بيقوموا مع عمليه التهريب هم رجاله جابر. جابر؟ جرايه بهاء، احنا عارفين ان هم بيحضروا لعمليه كبيره. واللي تاكدنا منه بقى ان العمليه دي غير اي عمليه فاتت. ورجالتنا في اداره المفارقات اكدوا لنا ان الشحنه دي لو كانت انفجرت كانت هتعمل كارثه في البلد. طيب يا فندم الحمد لله والشحنه اتمسكت. خلاص كده يبقى جابر مش هيعرف يعمل اي حاجه، واحنا بقى نستلم اللي اتمسكوا. مش هما كانوا هيوصلوها لجابر؟ يبقى نعرف منهم هو فين. مش هنعرف نطلع منهم بحاجه. ساعه الجيش ما وقفهم ضربوا عليه نار، فالجيش رد، ماتوا كلهم ما عدا واحد دخل المستشفى. ما افتكرش انك هتعرف تكلمه. طب مصدر الاسلحه يا فندم، قدرنا نعرف جايه منين بالظبط؟ للاسف لا، لكن رجاله جابر في كل مكان. اه، وزي ما بعتوا الشحنه دي واتمسكت اكيد هيبعتوا شحنه تانيه. اكيد طبعا، وجابر ده مفيش حاجه هتوقفه عن اللي في دماغه، واكيد لما عرف ان رجالته اتمسكوا هيفكر لنا في حل تاني. مظبوط؟ مظبوط يا فندم. Thank you.
هديتي شوية. والله يا بنتي ما أنا عارفة أقولك إيه. شدي حيلك. خالد مات بسببي يا ماما. عارفة يعني إيه بسببي؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. وأنتِ يا بنتي بس ذنبك إيه؟ منه لله اللي كان السبب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الشحنة اللي مسكها الجيش دي غير أي شحنة. بص يا حمزة، الجماعات الجهادية دي بتستخدم قنابل بدائية شوية، في الغالب بتتصنع هنا، لكن لو عايزين يستخدموها ويفجروا مكان كبير بيستخدموا حاجة اسمها تي ان تي، زي ما عملوا كده في مديرية أمن الدقهلية. المتفجرات دي بقى أخطر بكتير. تعرف يا حمزة، المتفجرات اللي سلمها لنا الجيش دي من النوع السي فور. معلش يا فندم، ممكن حضرتك تشرح لي الفرق ما بينهم أكتر؟ بص يا حمزة، التي ان تي دي بيستخدموها لما يكونوا عايزين يفجروا مكان كبير واسع وبدون أي تجهيز. الانفجار بيبقى قوي وشديد جدا، لكن السي فور بقى بتشكله وتزرعه في أي مكان وبالطريقة اللي انت عايزها، ونتيجتها مضمونة على فكرة. الانفجار بيبقى قليل شوية، لكن الكمية اللي مسكها الجيش ممكن تجيب مجمع التحرير ده على الأرض. للدرجة دي يا فندم؟ وأكتر من كده يا حمزة. بس مش دي المشكلة، المشكلة إن المتفجرات دي مش أي حد يتعامل معاها، ده عايزة حد يكون خبير وعنده خلفية جامدة. طب يعني لو اللي هيستخدمها يا فندم فاهم كويس أوي هو بيعمل إيه؟ يبقى الحمد لله إنها ما وصلتلوش، لأن يعني الشحنة دي لو كانت دخلت القاهرة محدش فينا يقدر يقول لك كان ممكن يتعمل بيها إيه. روح انت يا عم شوقي، انا لسه قدامي شويه هقفل بعد ما نخلص. ازيك يا دكتور؟ سليم؟ ايوه يا ماما، قدمت استقالتي. انا ما بقتش قادره اقعد هنا اكتر من كده، مش عايزة أي حاجة تفكرني بحمزة ولا بسليم ولا بكل اللي حصل وبيحصل ده. يعني خلاص هنسافر؟ هنسافر، هنسيب مصر ونسافر. مش عارفة إذا كنا هنرجع ولا مش هنرجع خالص. إن شاء الله هنرجع، بكرة كل شيء يتحل ونرجع إن شاء الله. إن شاء الله. لسه بتسهر في الكلية لوحدك بعد ما كل الناس تمشي تحضر دروس بكرة؟ معادلة ماكسول. مش قادر انسى اليوم اللي انت شرحت لنا فيه المعادلة دي. كان في ناس كتيرة مش فاهماها، بس انت كنت احسن واحد بيشرح الموضوع ده. كان دايما عندك طريقة ذكية توصل بيها المعلومة. مفيش داعي يا دكتور، لانك حتى لو كلمت البوليس تفتكر هيكون قدامهم قد ايه لحد ما يوصلوا؟ أنا كده كده مش مطول. أنا عندي مشكلة وعايزك تساعدني فيها. ساعدك؟ ساعدك في إيه؟ اسمح لي أمسح كل اللي أنت كاتبه ده عشان أشرح لك. فين الغلطة؟ ايه ده؟ عيب بقى الكلام ده يا استاذنا، ده انت اللي معلمنا الحاجات دي. في هنا غلطة، ايه هي؟
ده دي معادلة فيها حاجة غلط أو حاجة أنا نسيها وعايزك تحلها لي. اللي أنت رسمه ده الدائرة الكهربائية. الدائرة الكهربائية لجهاز تفجير عن بعد، أنا عارف كويس أوي أنا بعمل إيه. بس فين الغلطة اللي أنا عاملها؟ إيه الحاجة اللي أنا نسيها؟ لا مش ممكن أبدا، أنا مش ممكن أساعدك في اللي أنت طالبه. يبقى أنت شكلك ما فهمتنيش. أنا ما طلبتش منك إنك تساعدني. أنت هتساعدني. فخليها بمزاجك أحسن. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يجعله عمر يا شيخ مصطفى، والله ما كان له لازم التعب ده. عيب الكلام ده يا شيخ جابر، انت ضيف واكرم الضيف واجب. الشاي يا اولاد. ايه عشان نتكلم بقى في اللي احنا جايين عليه. قصدك الشحنه اللي جيش وخدتها؟ ايه يا شيخ جابر، انت فاكر اللي مش عارف ولا ايه؟ دي ارض يا شيخ جابر، وأي حاجة تحصل فيها أنا أول واحد لازم يعرفها. دمت عارف بقى أكيد عارف أنا جاي لك ليه؟ عارف، عايز اللي اتاخد منك يرجع لك تاني أو يجي لك بداله. ما تخافش، طلبك موجود، إحنا بفضل ربنا علينا نقدر نجيب أي حاجة أي حد فينا عايزها. حيث كده بقى يبقى نتفق إمتى؟ ازاي؟ وماله؟ بس في الأول لازم أفهم. أنا ساكت بقالي كتير ومستنيك أنت يا شيخ جابر تيجي تفهمني. وما دمت جيت لغاية عندي وطالب مساعدتي لازم أفهم الشحنة دي جت لك ليه؟ وكنت هتعمل بيها إيه؟ حقك يا شيخ مصطفى، هتفهم. مش عايز جنس مخلوق يعرف اللي هقوله لك، فاهمني؟ أنا برضو يا شيخ جابر اللي اتقال الكلام ده. يبقى ركز معايا بقى واسمع اللي هقول لك عليه. جهاز تفجير عن بعد يا سليم، ليه؟ وهتعمل بيه إيه؟ أنا اللي هقول لك ولا هساعدك؟ سليم مالك؟ أنت كنت أشطر طالب عندي. انت كنت بتقف على السبورة هنا وتشرح لزمايلك و... وإيه؟ ما تكمل. وقفت هنا ودرست للطلبة وبعدين شكلك نسيت. أفكرك أنا طردتوني، طردت أشطر طالب عندك، وإنت كنت واحد من أعضاء مجلس الإدارة اللي وافقوا على طردي. انت عارف كويس ان ده كان غصب عننا والقرار تم اتخاذه واحنا ما قدرناش. انتوا حطيتوا راسكوا في الرمل زي النعام. اتطرد وايه المشكله؟ انا رجعت وحاولت ارجع الكليه تاني وانتوا رفضتوني تاني، بس مش مهم. المهم انت تمام وشغلك تمام وحالك تمام، مفيش حد بيقرب لكم، لكن انا يتداس عليا بالجزم مش مهم. وعلي يا دكتور، فاكر علي؟ ما كان شاطر هو كمان، ما عملش حاجة غلط. علي ده مات، معرفش إذا كنت أنت عارف اللي هو بالنسبة لك واحد من مليون طالب بيعدوا عليه كل يوم. يموت يتحرق بجاز ولا يفرق معاك ولا يهمك. سليم ما تلومنيش على حاجة أنا ماليش ذنب فيها. حصل غلط بس كان ممكن يتصلح، وأنا جاي لك عشان أصلحه. أنا جاي النهاردة عشان أديك فرصة تصلح غلطك. بوعدك لو ساعدتني ولا هتشوف وشي تاني ولا عمري هطلب منك حاجة تاني. فضل يا شيخ جابر.
تفضل. انا عارف من زمان انك شغال على عمليه جديده، بس عمر ما كنت اتخيل انها للدرجه دي. دي اكبر من اي عمليه عملناها طول السنين اللي فاتت. تعرف لو الكلام اللي انت بتقول عليه ده حصل، مش هنحتاج نعمل اي حاجه تاني بعد كده. لو اللي قلته لك حصل يا شيخ مصطفى، يبقى الحرب خلصت ولصالحنا كمان. بس ربنا يكرم وكله يمشي على خير. كل اللي تطلبه انا معاك فيه، اي حاجه. اللي انا عايزه منك طلبته يا شيخ مصطفى. اعتبر وصل. بس انت شغال على العمليه دي بقالك قد ايه؟ بقالي كتير. كتير قوي. كتير يا شيخ جابر. وما تقوليش غير الوقت. هنعمل ايه بقى في الاوامر؟ الاوامر اللي جات لي ما اتكلمش في الموضوع ولا اجيب بيه سيره. لغايه ما يجي الوقت المناسب. عهد علي ما في حرف يطلع مني. بس في سؤال. المهندس اللي هيقوم بالعمليه دي سليم، انت ضمنه؟ قصدي يعني ضمن انه هو يشتغل معانا لحد الاخر. سليم مش مننا يا شيخ مصطفى. على قد ما حاولت معاه عمره ما كان مننا. بس احنا محتاجينه وهو موجود معانا علشان يتقل. طب وبعد ما يخلص ناوي تعمل معاه ايه؟ خلص بس الواجب اللي عليه، بعد كده اللي فيه الخير يقدمه ربنا. يعني هتسيبني اروح كده؟ لو سمحتي يا نهى اتفضلي انزلي، علشان انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده، علشان انا على اخري ومش فايق. يعني ايه؟ يا كلامك هو اللي يمشي يا تقفش عليا. طيب اتفضلي يا نهى انزلي لو سمحت. طب على فكره الطريقه دي مش هتنفع معايا خالص، والموضوع اللي اتكلمنا فيه النهارده لسه ما اتقفلش وهنتكلم فيه تاني. ماشي من عينيا، حاضر هنتكلم فيه تاني بس بعدين مش دلوقتي. ومن هنا ورايح اتعود لما يبقى فيه مشكله نتكلم فيها مع بعض. شغل العصبيه بتاعك ده مش هينفع معايا. يا ستي انا مش عصبي، انا مش عصبي، انت اللي بتجننيني. طول السكه عمال اقول لك بلاش كلام في الموضوع، بلاش كلام في الموضوع. اغنيها لك. بالراحه على ام الباب. ابو الشغل لا ابو العيشه لا ابو اليوم اللي حبيتك فيه يا شيخه. هنفضل قاعدين كده كتير؟ والله انت اللي معهدنا وفي ايدك تمشينا. ابني زمانه على وصول، هو متعود ان يعدي عليا بعد الشغل عشان نروح سوا. ممكن بعد اذنك اكلمه عشان اقول له ما يجيش؟ لا خليه يجي. لا ليه؟ انت ناوي تعمل فيه ايه؟ سليم، سليم يا ابني انت مش قاتل، ما تخليش اللي حصل زمان يأثر فيك اكتر من كده. بعد ايه؟ تقدر توقف وتقدر ترجع سليم بتاع زمان، لانك دلوقتي عارف من جواك ان انا صح. تقدر وعارف بجد، بدليل ان سليم اللي انا اعرفه ما كانش ممكن يسالني في حاجه بالشكل ده، عشان اعرف الحل. انت عارف الحل يا سليم بس مش عايز تعمله. فاضي شوية؟ كنت عايزك تعمل فاضي ولا رايق ولا عايز حد يفتح بقه معايا خالص. بعدين
هو ده الحل مش كده؟ انت لسه ناوي على اللي في دماغك؟ انا خلاص حليت مشكلتي وانت مبقاش ليك لازمه دلوقتي. ده قصدك ايه؟ انت ناوي على ايه؟ لو انا خرجت دلوقتي وسبتك مش هتبلغ البوليس؟ انت عارف كويس ان انا مش هقدر اسكت. يبقى انا كمان مش هقدر اسيبك. انا اسفه يا حمزه اني قلقتك وعطلتك عن شغلك. لا خالص. غدا انا قايل لك قبل كده لو عوزتي اي حاجه في اي وقت هتلاقيني. انا مسافره يا حمزه. مسافره؟ انا هسيب مصر واسافر انا وماما. انا خلاص ما بقاش في اي حاجه تخليني اقعد هنا. والصراحه انا مش قادره استحمل اللي بيحصل اكتر من كده. هو ده اللي انتي طلبتيني علشانه؟ انا طلبت اقابلك عشان اسالك لو ينفع اسافر او لا. خفت اتصرف من نفسي الاقيكوا بتوقفوني في المطار لاي سبب. فيا ريت تقول لي يا حمزه ينفع اسافر؟ ينفع طبعا تسافري اي وقت. مفيش اي حاجه في القانون تمنعك. يبقى انا خلاص هجهز حاجتي وشنطي واحاول اسافر بكره. غدا. يا حمزه. ولا حاجة يا غدا. يعني الدكتور انور معاك؟ ماشي خليه معاك، ولو قال لك اي حاجة جديدة بلغني بيها على طول. يلا مع السلامة. سليم كان في كلية الهندسة النهاردة. ايه اللي وداه هناك؟ راح يقابل استاذ من الاساتذة، دكتور اسمه الدكتور انور. كان عنده مشكلة عايزه يساعده فيها، لكن الدكتور انور رفض يساعده. وسليم سابه؟ سابه، بس قبل ما يسيبه كان حل المشكلة المبلاه، واللي قدرت اعرفه ان هو شغال على جهاز تفجير عن بعد، والجهاز ده يقدر يتحكم فيه من مسافة بعيدة. جهاز تفجير عن بعد وشحنة متفجرات، هو جابر بيجهز لإيه بالظبط؟ ده اللي لازم نعرفه يا صبري. عملت ايه يا سليم؟ خلصت؟ ثانية واحدة. أنا بس حبيت أطمنك. أنا عرفت أتصرف وفي شحنة تانية هتجيلنا قريب. كويس. أنت عملت ايه؟ طمني. أعرف دلوقتي. سيبك لشغلك.